بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بحضراتكم جميعا. 22 فبراير 2014، وبعد 15 سنة من اعلان يوم 22 فبراير يوم النيل، في عام 99 اجتمعوا دول حوض نهر النيل في تنزانيا، اول اجتماع صح في تنزانيا من 15 سنة، وانشأوا مبادرة حوض نهر النيل معروفة بالام بي اي. وهذه المبادرة التي كان لها مجموعة كبيرة من الانجازات والانشطة، وفي وجهة نظرنا هي واحدة من التجارب الناجحة على مستوى التعاون بين دول حوض نهر النيل. الحقيقة النهاردة 22 فبراير 2014 بيأتي في وقت تمر به مصر والمصريين بمرحلة نقدر نقول عليها مرحلة انتقالية، مرحلة حساسة، ولكنها في نفس الوقت اعتقد مع حتى وجود كل التحديات اللي بتواجهنا ما زال هناك امل في ان تكون المرحلة الحالية مرحلة استعداد او انطلاق لمرحلة ارحب واحسن بكل الاشكال. لما بدأت الحكومات في دول حوض نهر النيل سنة 99 بمبادرتها، احنا كمان كمجتمع مدني بدأنا، اي نعم متأخرين شوية، 2001 وبدأ المجتمع المدني في حوض نهر النيل، ومن الدول العشرة الموجودة في الحوض اجتمعنا في سنة 2001 وكوننا ما يسمى بالمنتدى الدولي لحوض نهر النيل او المعروف باسم النايل بيزن ديسكورس. ومن النايل بيزن ديسكورس الان بي دي كوننا على مستوى كل بلد ما يسمى بالنايل ديسكورس، بالناشونال ديسكورس فورم، المنتدى الوطني لحوض نهر النيل او منتدى الحوار الوطني. الان دي افس اللي هي العشرة اللي اتعملوا في هذه الدول، بعد كده طبعا من 3 سنوات بدأنا الان دي اف رقم 11 اللي هي جنوب السودان بعد ما اصبحت دولة مستقلة. الان دي اف في مصر بدأ من اول المنتديات الوطنية اللي تم انشائها. والحقيقة عندما بدأنا اول عمل او اول نشاط للمنتدى الوطني ذهبت الى الدكتور محمود ابو زيد اللي بيشرفنا ان يكون موجود معنا النهاردة، وكان وزير الموارد المائية والري في مصر، وطلبت من معاليه في ذاك الوقت ان يضع عملية انشاء المنتدى الوطني لحوض نهر النيل تحت رعايته. وبالفعل وافق بمجرد ما طلبت منه هذا الطلب، وادى تعليماته وتأييده الكامل لهذه المبادرة. والحقيقة أثناء هذه المبادرة نظمنا مجموعة من الأنشطة غطت كل محافظات مصر، وعملنا لقاءات، كان واحد منهم في قنا، واحد منهم كان في المنيا، واحد منهم كان في البحيرة. كانت لقاءات شبه إقليمية بتضم المحافظات جنوب الصعيد ثم شمال الصعيد ثم الدلتا ثم في القاهرة، عقدنا لقاء جامع لكل هذه المحافظات. وكان في الوقت ده كان في الوقت ده المهندس دكتور احمد فهمي من قطاع النيل الحقيقة سافر معنا في كل هذه المحافظات، وكان كل لقاء من اللقاءات دي كان بيحضره، كان الكلام كله سنة 2002 و2003، كان في كل لقاء من اللي كنا بنعملهم كان بيكون المحافظين موجودين معنا في طول الوقت. واكتشفنا في هذه التجربة انه القاء الضوء على مبادرة حوض نهر النيل واظهارها للمجتمع وللمسؤولين، ويسمحوا لي المسؤولين هم قاعدين معايا،
المسؤولين من وزاره الموارد المائيه ان المنتدى الوطني كان له دور كبير في تعريف الناس وتعريف المهتمين بقضايا نهر النيل وبالذات بالمبادره وانشطه المبادره. نتيجه لكده في 2003 عقد، انا بدي بس التاريخ السرد ده عشان حضراتكم تبقوا عارفين، في 2003 ديسمبر 2003 عقد اول جمعيه عموميه للمنتدى الدولي لحوض نهر النيل النايل بيزن ديسكورس في نيروبي كينيا. نسيت اقول انه من 2001 ل 2003 زملائي في من المجتمع المدني في دول الحوض اختاروني ان اكون رئيس مؤقت، والحقيقه ما كنتش متخيل ابدا ان هم هيختاروني رئيس مؤقت. عندما كان هناك بند في جدول الاعمال بيتكلم على اختيار رئيس مؤقت، انا الحقيقه كنت متخيل ان هم هيبعدوا تماما عن اي مرشح مصري، ولكن فوجئت بان في حد بيرشحني ولقيت ان الباقيين بيأيدوا. في 2003 عندما عقدت الجمعيه العموميه الاولى في نيروبي في ديسمبر 2003 فوجئت بانه برضو حد بيرشحني وبقيه الدول كلها بتؤكد على هذا الترشيح، فكانت حاجه جميله وحاجه اسعدتني جدا وبتشرف بيها انه يكون هذا المنصب باخده من ممثلي المجتمع المدني في حوض نهر النيل. وبدانا بقى من 2003 مسيره حتى الان. كان عندنا حاجتين مهمين جدا حاطينهم في الاعتبار. الشعار الاولاني اللي احنا حطيناه ان هو وان نايل وان فاميلي، نيل واحد اسره واحده. ده كان الفكر اللي كنا بنحاول نروج له وكلنا اهتمنا بيه، وحتى الان اي رساله خطيه او اي رساله ايميل او اي وثيقه بتطلع من اي منتدى من المنتديات ال11 بتنتهي بوان نايل وان فاميلي. لو واحد كتب اي ايميل لاي حد ينتهي في الاخر يقول وان نايل وان فاميلي. احنا الحقيقه كوزاره موارد مائيه وري بنحتفل بيها برضو اضافه للاحتفال اللي بيعمله الدكتور عماد عدلي، بس يمكن كان في قرار لمعالي الوزير السنه دي ان هو هيضم هذا الاحتفال مع الاحتفال بيوم المياه العالمي اللي هو بيبقى صححني دكتور يوم 22 مارس. طبعا هعلق على نقطه تانية، يمكن الدكتور عماد عدلي كرر اكثر من مره المسؤول الاول، يمكن كويس هنا معانا سياده ممثل وزاره الدفاع حسام بيه العقيد حسام. عايز اؤكد لحضراتكم على نقطه، انه مفيش قرار حاليا بيتخذ بخصوص هذا الملف عن طريق وزاره الري منفرده اطلاقا. احنا في مجموعه عمل من الجهات المعنيه، كان الري، الخارجيه، الدفاع، وجهات اخرى، التعاون الدولي وجهات اخرى، دائما بنجتمع مناقشه الموضوعات اللي عايزه قرارات. القرار بيتخذ بصفه جماعيه، بيتفق عليه، بيرفع بعد كده للجنه العليا لمياه النيل برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء. ويمكن لا يخفى على حضراتكم ايضا مجلس الدفاع الوطني كان انعقد من شهر او شهر ونص لعرض الموضوع الخاص بسد النهضه. عايز اقول الحقيقه انه مش جهه واحده حاليا بتنفرد باتخاذ اي قرار يتعلق بملف مياه النيل، لانه الحقيقه التحديات اصبحت كثيره جدا. ويمكن حديثا عن مبادره حوض النيل، تعلموا حضراتكم برضو من ضمن الحقائق اللي عايز اؤكدها انه مصر دائما رائده في حوض النيل في موضوع التعاون الاقليمي. الرياده ترجع الى ستينيات القرن الماضي لما انشانا ما يسمى بالهيدروميت، ومش هأطيل حضراتكم عارفين طبعا المشروعات دي، تلاها مشروع التيكو نايل، ثم بريادة مصرية وبقيادة الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد وقتها أنشأت مبادرة حوض النيل. وكل ده كان بحرص مصري الحقيقة على استمرار منظومة التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل بالأطر وبالأسس اللي أكد عليها الدكتور عماد، اللي هي تحقيق المنفعة للجميع وعدم إحداث الضرر للغير. الحقيقة استمرت المبادرة وكان على التوازي، احنا كنا بنتكلم في مبادرة حوض النيل على شق فني. المبادرة كان ليها برامج فرعية على مستوى أحواض النهر الفرعية، حوض النيل الجنوبي بيضم حوالي 6 دول، وحوض النيل الشرقي بيضم 3 دول، واحنا طبعا مصر والسودان كمتأثرين بأي أعمال تنشأ في أعالي النيل كنا أعضاء هنا وهنا.
استمر التعاون وكان على التوازي. بنتكلم على الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل أو ما نتج عنه بعد كده زي ما حضرتك تعرفوا الاتفاقية الإطارية أو ما تسمى اصطلاحا اتفاقية عنتيبي. كنا ماشيين فيها في التفاوض على التوازي، ولكن للأسف زي ما أسلف الدكتور عماد في عام 2010 الدول المنبع رأت أنه كفاية كده تفاوض، ويعني تعجلوا وبدأوا في التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة، واللي لنا عليها طبعا ملاحظات يجب استيفائها أولا حتى تتمكن مصر والسودان من الانضمام إليها. منذ ذلك التاريخ الحقيقة السودان ومصر علقوا أنشطتهم في مبادرة حوض النيل. نحن ما زلنا أعضاء في المبادرة ولكن معلقين للأنشطة أو ما يسمى بالتجميد. بنشارك فقط في الاجتماعات الوزارية السنوية، يعني الأنشطة الهامة جدا، ولكن باقي الأنشطة الخاصة المبادرة الحقيقة جمدنا المشاركة فيها. للأسف السودان تراجع وفك تجميده من فترة بسيطة ودفع المتأخرات الخاصة به في المبادرة وبدأ يحضر الاجتماعات ويزاول الأنشطة، ويمكن كان لسه في اجتماع خاص ببرنامج عمل النيل الشرقي آخر الشهر اللي فات في أديس أبابا، والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان حضروا، لكن مصر برضو أثبتت موقفها القانوني ولن نشارك. يعني هو المشروع قالوا في الأول هو يكلف 4.8 مليار دولار، إنما يبدو نتيجة لبعض المشاكل كانت موجودة في التصميم والأساسات وكده أنه هترتفع القيمة بتاعة التكلفة يمكن تصل إلى 8 مليار دولار. كل التمويل معظمه حتى الآن في تمويل طبعا من الشركة الإيطالي وتمويل بارشلي صيني، إنما تمويل قومي معظمه تمويل قومي من أثيوبيا نفسها، فده تحدي تاني كبير. طبعا يعني برضو أعتقد في المناقشات هنتكلم على كونغو ضروري والمشروع بتاع الكونغو، إنما أنا عايز قبل ما أنتهي من التعليق بتاعي أتكلم على بعض التحديات الداخلية. التحديات الداخلية زملائي اتكلموا عنها، إنما إحنا بالإضافة للسكان والانفجار السكاني عندنا طبعا نقص الموارد المائية، ده تحدي كبير لأن غسيل الفرد نتيجة لزيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات المائية وكده بقى أصبح 600 وشوية ولا 700 وشوية، تجاوزنا حد الفقر المائي على حسب القواعد الدولية. التلوث طبعا تحدي ثالث مهم جدا. الموارد المائية طب احنا هنعمل ايه؟ يعني احنا بنتكلم ده تحدي كبير، هنعمل ايه؟ النيل في مشاكل معقدة، وأحمد بيه قال ان في مجالات لمشروعات على النيل ومشروعات مدروسة تدي مصر والسودان او السودان قبل الانفصال. تحدي ثالث طبعا جنوب السودان، تحدي كبير لانه موقفنا معهم مش واضح لحد دلوقتي. مشروعات اعلي النيل لما يبقى في اتفاق، ومنها جونجلي طبعا. المشروعات مع اثيوبيا، مشروعات اللي مع اثيوبيا هم بيقولوا طبعا سد النهضه ده هيديكم ميه زياده وبتاع، مش الكلام ده مش مظبوط، انما هم عندهم على نهر السباط عندهم مشروع البارو اكوبو، ده برضو منطقه مستنقعات هناك وممكن عمل سدود، وهذه السدود ممكن انها تزود الاراضي المائي، يعني هم بيقولوا الأول كان الدراسة على 4، وبعدين أنا فاكر اتقابلت مع وزير الري الأثيوبي وكانت اللقاءات كانت كويسة جدا مع الوزارة دي، ورحنا تانا ورحنا شفنا المشروعات دي، رحنا البارو أكوبو وشفنا، وقال لي إن وراني دراسات عملوها جماعة الهولنديين لهم، قالوا إنه ده مشروع ممكن يعود على مصر وأثيوبيا السودان ب 12 مليار. إذن في مشروعات لزيادة الإيراد المائي في أثيوبيا وفي مشروعات في أعالي النيل مع جنوب السودان. إنما في ظل عدد السكان 140 في 2050 وأكثر، ولا 18 هينفعهم ولا نصيبنا في 12 هينفعهم. إذن إحنا أمام تحدي كبير اللي هو توفير الاحتياجات المائية للناس الكتير اللي موجودين دولة.
ما فيش شك ان احنا عندنا امور داخليه، تطوير الري وترشيد استخدام المياه ودي كل ده هيزود، انما على حسب الخطه بتاعه 2017 خطه الموارد المياه 2017 كل الامور الداخليه دي هتوفر لنا الموارد المياه المطلوبه حتى عام 2017. بعد 2017 لازم نجيب مياه زياده، فهنا المجال بتاع تحليه مياه البحر واستخدام الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح دي مواضيع لابد ان احنا نتجه اليه. بس عناوين كده علشان ما اطولش على حضراتكم، موضوع دور المجتمع المدني وهو له دور قوي جدا، واحنا كنا عملنا ندوه من حوالي شهر وساعدنا فيها اليونسكو ودعينا ممثلين للمجتمع المدني من كل دول حوض النيل وشرفنا فيها الدكتور عادلي حماد، وجه ناس من اثيوبيا ولما بيجوا بيتكلمهم بيكونوا معقولين جدا يعني كلامهم، ولما تتكلم مع الشعب عندهم بتاع دلوقتي تلاقي كلام معقول جدا غير الكلام اللي بيقولوه الناس. نقطة تانية بقى برضو عنوان مش عايز اتكلم فيها كتير، الإدارة المتكاملة للنهر. يعني احنا لابد يبقى فيه برامج ومشروعات للإدارة المتكاملة للنهر كله. إذن ما فيش بد من ان احنا نتعاون او نجد وسيلة للتعاون دول حوض النيل في مشروعات مشتركة. دور السودان سواء الشمال او الجنوب، الشمال دوره اختلف خالص وغير واضح، والحمد لله اخيرا في الاسبوع اللي فات حصل في اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بعد ما كانت توقفت في الحقيقة مدة طويلة جدا، ونأمل ان هذا التقارب بيساعد على برضو توضيح دور السودان. كلمة واحدة بس بالنسبة لنهر الكرو، كلمة واحدة مش هتكلم فيه كثير، انما انا عايز اقول ان هو مشروع. يعني دايما انا سئلت السؤال ده اكثر من مرة وكان جوابي ان هو مشروع هندسيا ممكن تنفيذه، انما اقتصاديا وبيئيا ده هو الشيء very questionable. يعني في بعض الناس بيقولوا طيب ما احنا بنبص ل 2050 وعندنا عندنا استراتيجية المية لمصر سنة 2050، طب ما نخليه ده من احد المشروعات بتاعت 2050. جايز بقى يبقى الاقتصادياته تبقى معقولة ورفع المية 20 مليار ولا أكثر 150 متر والمية تمشي ألاف الكيلومترات، الحاجات دي كلها جاهز. ما احنا بنتكلم، أنا شايف الجورنان النهاردة معرفش أنا جورنان إن في 200 ألف واحد مضوا علشان إنهم يروحوا يعملوا مستعمرة في المريخ، ومنهم 500 عرب، فجايز يعني اللي هيوصل المريخ. شكرا معالي الوزير. يعني انا ان شاء الله مصر هتتولى نيابه الرئاسه لهذه الشراكه في مارس القادم. لو بدأنا بالإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى حوض النهر، وهنا بنتحدث عن حوض نهر النيل، فخلينا نضع في أذهاننا أن حوض نهر النيل بتسقط عليه حوالي 1660 مليار متر مكعب في المتوسط، 1660 مليار متر مكعب من الأمطار، ودول حوض النيل اللي هي 11 دولة بيسقط عليها 7000 مليار متر مكعب من الأمطار. فلما نيجي نتحدث عن مياه النيل لابد أن تكون هذه الصورة المتكاملة موجودة في أذهاننا. أين تذهب هذه المياه؟ داخل الحوض الـ 1660 مليار، احنا هنا بنتحدث عن نهر النيل، بيسري في مجرى النهر عند نهايته عند أسوان
قبل بناء السد العالي كان يسري حوالي 84 مليار متر مكعب في المتوسط، وهم دول تقاسمتهم مصر والسودان في نهاية النهر. ولكن هناك 1660 متر مكعب من الأمطار داخل الحوض فقط. يعني إثيوبيا مثلا بيسقط عليها حوالي 900 مليار متر مكعب من الأمطار، داخل حوض نهر النيل في إثيوبيا حوالي 400 مليار متر مكعب من الأمطار. فبالتالي وهي كل زراعتها قائمة على الزراعات المطرية، وأيضا هناك تغذية من هذه الأمطار للمياه الجوفية، فالمياه الجوفية هناك في إثيوبيا كلها مياه جوفية متجددة، فهناك موارد مائية أخرى. وإذا كان هناك استخدام للمياه اللي في النيل الأزرق فلابد أن تكون هذه المياه يعني استخداماتها يمكن فقط لتوليد الطاقة، ولكن طبعا بالاتفاق مع دول المصب وليس بالطريقة التي تم بها بناء السد العالي دون السد النهضة، أو يسير فيها إنشاء السد النهضة بدون تشاور متكافئ ما بين الدول. يمكن ده انعكس أيضا على نقطة مهمة أحب أضيفها لموضوع اتفاقية عنتيبي. يمكن كان ذكر بعض نقاط الخلاف حول الاتفاقية ولماذا مصر لم توقع على هذه الاتفاقية، ولكن أحب أضيف نقطة تانية أيضا. أنا عملت بحث في الاتفاقية، ما وصل إليها الاتفاق كانت منشورة على كثير من المواقع قبل التوقيع، ثم لما نيجي ننظر للاتفاقية بعد التوقيع هنجد إن في بند مهم جدا بيمس موضوع الأمطار المتساقطة في حوض نهر النيل ده. الاتفاقية اللي كانت بيتم الاتفاق عليها أو التفاوض عليها في هذا البند الخاص بالاستخدام العادل والمعقول للمياه كانت بتتحدث على الاستخدام العادل والمعقول للمياه في حوض النهر وفي نهر النيل، في حوض نهر النيل وفي نهر النيل نفسه. يعني معناها الاستخدام العادل والمعقول لل 1660 مليار متر مكعب. الاتفاقية اللي تم التوقيع عليها تم حذف كلمة حوض نهر النيل والإبقاء فقط على نهر النيل، ودي نقطة مهمة. يعني أتمنى طبعا الزملاء في وزارة الموارد المائية يكونوا منتبهين إليها عشان في موضوع البنود اللي عليها خلاف وهكذا. فلما نيجي نتحدث على الإدارة المتكاملة للموارد المائية بنتكلم على المياه الجوفية اللي موجودة، بنتكلم على الأمطار، بنتكلم على المياه السطحية، كل أنواع المياه المتاحة. طبعا بالنسبة لبعض المقترحات هنتكلم على التحديات وأيضا الأهداف. فأعتقد أنه من المهم أيضا أن احنا يعني في موضوع سد النهضة أن يكون هناك لجنة وطنية لإعداد دراسة، مش لازم احنا ننتظر إلى اجتماع اللجنة ثلاثية ويكون فيها خبراء دوليين أو خبراء غير دوليين، ولكن أعتقد أن من المهم أن يكون هناك لجنة وطنية تقوم بالفعل بدراسة أو وضع الأثار اللي هي كلنا عارفينها، ولكن تقييم هذه الأثار بالأرقام وتكون محددة، يعني في دراسة وطنية، لأنها هتكون مهمة جدا في المرحلة القادمة. والبحر الأحمر يظل بحرا عربيا وله استراتيجياته، وأنا أعرف كثير من التفاصيل لا أستطيع أن أقولها في هذا العلن، لكن كون أن مصر تناور فقط على نهر النيل في مفاوضات يطلق عليها أنها جزء من لعبة دولية، هذا خطأ استراتيجي لا يقع فيه مبتدئ سياسي. وأنا أتصور أن التعامل المصري مع قضية نهر النيل على أنها قضية فنية وقضية مياه هو تعامل مبتدئين سياسي، وأنه الثلاث سنوات الأخيرة بالتحديد كانت تشهد ما يطلق عليه مآسي سياسية. حينما تلاحظ التصرفات والمفاوضات المصرية أنت أمام مأساة سياسية كاملة في التعامل مع مشكلة نهر النيل. لا يدخل أحد مفاوضات أي مفاوضات على ترابيزة مفاوضات وفي إيده كارت واحد، طب لو خسرته هتعمل إيه؟ ده أنا عندك باب المندب، وعندك البحر الأحمر، وعندك خليج العقبة، وعندك قناة السويس، وعندك البحر المتوسط، وعندك كل المعابر الدولية تتحط بقى على بعضها. وأنا أميل إلى طرح مبدئي
لقضية الأنهار في أفريقيا. مصر لا يجب أن تتحدث عن نهر النيل، لكنها يجب أن تتحدث عن إدارة الأنهار في أفريقيا. هنا يدخل الكل في اللعبة، لكن لا يجب أن تتفرج مثلا جنوب أفريقيا وتتفرج غيرها وإلى آخره. بعض السياسيين يروا أن التعامل الثنائي ينجح. طب جربنا التعامل الثنائي داخلين في 12 سنة. طب التعامل مع حوض النيل ينجح. طب جربنا التعامل مع دول حوض النيل وداخلين في 9 سنين. يبقى خلاص مفيش غير بديل، التعامل الأفريقي أولا ثم التعامل الدولي. وهناك خطوط لعبة واضحة أن جنوب أفريقيا تدير مخططا ضد مصر، أنا أقول علنا أهو، وبإعاز من دول كبرى. وإحنا لما حضرنا المؤتمر الأخير في أثيوبيا بتاع الأمم المتحدة، قسمت أفريقيا إلى مناطق رسمي. شمال أفريقيا خليكم انتوا فوق بقى، فوق الصحراء كده، والتقرير طالع كده. يعني التقرير اللي هيقدم لسكرتارية الأمم، للسكرتير العام للأمم المتحدة، طالع أفريقيا 5 مناطق رسمي، طالع نورث أفريكا وإيست أفريكا وويست أفريكا وساوز وسنترال أفريكا، بمجموعات منفصلة، وكل السفراء والخارجية حاضرة وإلى آخره. خلاص انت بيقسمك وبيحط الجماعة العرب دول فوق الشمال الصحراء. فالتناول السياسي والاستراتيجي للقضية يجب أن يخرج من إطار العلاقات المصرية الأثيوبية ومن إطار العلاقات المصرية بحوض النيل، وتطرح أنهار أفريقيا بالكامل على مائدة الحوار. إذا كنتم ستغيرون اتفاقيات نهر فلنغير اتفاقيات كل الأنهار. أنقل بقى لأن بريطانيا وإيطاليا لما وقعوا الاتفاقيات بتاع دول حوض نهر النيل، ومبدأ دولي في السياسة يقول لك الاستخلاص. يعني إيه الاستخلاص؟ يعني أنا لو إيطاليا محتلة أثيوبيا وده اللي حصل، ووقعت من بريطانيا اللي محتلة مصر وده اللي حصل اتفاقية، يستخلص منها أن أثيوبيا ومصر وافقوا على هذه الاتفاقية. طب أنت لما أنت ترفض مبدأ الاستخلاص في مياه الأنهار، أنا برفض مبدأ الاستخلاص في الحدود السياسية، لأن الدول المحتلة التي وقعت على الحدود السياسية بين الدول الأفريقية هي نفس الدول التي وقعت على الأنهار. وعبد الناصر رحمه الله يعني نجح في أن يقر مبدأ أن الحدود السياسية التي صنعت أيام الاحتلال هي حدود ثابتة لا تتغير، ولكنه نسي أن يضع أن حدود الأنهار ينطبق عليها نفس المبدأ. وده في كل دول العالم، مفيش حد بيقول أنا بغير حدود موارد طبيعية ويسيب الحدود السياسية دي قدام دي.